المشاكل الاقتصادية والغذائية. تحدثت عن خطة الإنقاذ وضرورتها للتعافي ولبناء اقتصاد أفضل. هذه الأزمات سببت دمارا حقيقيا. تحدثت عن المئات من الملايين المطلوبة لمعالجة هذا الضرر وهذا الدمار. أن يكون هناك استثمارات كما دعوت للتعافي. أن يكون هناك الموارد المطلوبة كما وارد في الخطة الأصلية. نحن علينا أن نعمل لأجل هذا البلد. تحدثت عن خطتنا الواضحة بشفافية ومساءلة. ولماذا نحن ندعو إلى الوحدة؟ وهذا الأمر ضروري بالمثل. الوحدة ليست حل، هي خطوة عملية لإنجاز الأمور. لن نحقق ذلك بين عشية وضحاها. سوف نمر عبر ذلك سويا. واليوم أود أن أتحدث عن بذل كل الجهد لتوفير اللقاح للأمريكيين. نائبة الرئيس وأنا تلقينا إحاطة من فريق العمل المعني بكوفيد-19. لا نزال في الشتاء المظلم. 34% يحصلون على خدمات في المستشفيات بسبب كوفيد-19. لدينا من 3000 ل4000 حالة وفاة يوميا، وذلك يؤدي إلى إجمالي كبير من الوفيات. أعرف الألم الذي يشعر به الكثيرون في الوقت الحالي، بدءا من الجلوس في الصباح عند تناول الإفطار مع الأحباء، عندما كنتم تتحدثون مع بعضكم وتضحكون وتستمتعون بوقتكم. لكن في الوقت الحالي هناك شعور سائد بالإحباط. نحن بعيدون كل البعد عن الحياة الطبيعية حتى الآن. الأمور سوف تسوء إذا ما لم نتصرف بشكل سليم. في التغيرات السياسية التي سوف نقوم بها، الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لنظهر بأن إحصائيات كوفيد-19 ليست متعلقة بحياة الناس أنفسهم، لكن هناك إحصاء لعدد الحالات أسبوعيا، وهناك من يموتون بعد التعرض لهذا الوباء. الأمر سوف يستغرق الوقت، ولكن علينا أن نتصرف من الآن. على سبيل المثال، اللقاحات تقدم أملا كبيرا، ونحن ممتنون للعلماء وللباحثين ولكل من شارك في التجارب السريرية. ممتنون لنزاهة هذه العملية وعملية الاختبار. الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم يتلقون اللقاحات بسلامة، لكن في الولايات المتحدة نحن لدينا وضع نتحدث عن خمسة أمور نقوم بها، خمسة أمور لتحول الإحباط إلى تحفيز تساعدنا في تحقيق هدفنا 100 مليون جرعة. نحن لدينا الكثير للوصول إلى هذا الهدف. هل هذا قابل للتحقيق؟ دعوني أكون صريح معكم. أنا على ثقة ومقتنع بأننا يمكن أن نحقق ذلك. لقد حان الوقت لنحدد الأهداف الكبيرة، لأن صحة الناس على المحك حرفيا. أولا، على الفور سوف نعمل مع الولايات لتقديم اللقاحات للمجموعات ذات الأولوية. المشكلة أن التنفيذ كان به الكثير من اللبس.
عندما سألنا الناس لا يمكنهم أن يخبروك من بالضبط يحصل على اللقاح. ما يعرفونه أن هناك عشرات الملايين من اللقاحات لا تستخدم ومجمدة في البلد، وبالفعل يمكن أن يتم توفير هذا اللقاح. سنحل هذه المشكلة من خلال تشجيع الولايات لتوفير اللقاحات للعاملين في قطاع الصحة في أقرب فرصة. هذا يتضمن الكل حتى من وصلوا 65 عاما. 80% من حالات الوفيات من هذه الفئة. سيتم تقديم اللقاح لمن هم في الخطوط الأمامية، قطاع الصحة والعاملين في مجال الصحة، كل من هم في هذه المجموعات سوف يحصلون على اللقاح على الفور، وسيتم توفير الإمدادات في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. بمجرد ما أن تكون هذه اللقاحات متوفرة سوف نصل إلى عدد أكبر من الناس من يحتاجون إلى هذه اللقاحات، من يحتاجون إلى استخدام هذه اللقاحات. الأمر الثاني، نحتاج إلى مواقع لتوفير اللقاحات، مزيد من هذه المواقع، أن يكون هناك الآلاف من مراكز توفير اللقاح. لدينا وكالة إدارة الطوارئ عليها أن تعمل على ذلك في أقرب وقت. بنهاية الشهر الأول في هذا المنصب سيتم توفير 100 مركز لتقديم اللقاحات للملايين من الناس. علينا أن نفكر في المدارس والمرافق الرياضية، و لدينا محادثات إيجابية مع المسؤولين والعديد من المسؤولين في الولايات والعمد وغيرهم ممن يمكنهم أن يساهموا في تنظيم هذه الأمور. علينا أن نضمن بأننا نقدم المساعدة بشكل متساوي، ونقدم المساعدة للمجتمعات التي تتأثر أكثر بهذا الوباء. خلال الشهر الأول من تقلدي لي المنصب سوف نكون عيادات متنقلة مع المراكز المجتمعية، وسيتم توفير أطباء لتقديم اللقاحات للمجتمعات التي يصعب الوصول إليها في المدن وفي المدن الصغيرة والمناطق النائية. سوف نقوم بتعبئة الآلاف من المتخصصين في الخدمات الصحية، الخبراء من وكالة إدارة حالات الطوارئ ومراكز مكافحة الأمراض والأوبئة، المتخصصين في المجالات الصحية من العسكرية ومن كل الجهات المعنية. سوف نقدم كل الدعم لضمان بأن ما نقدمه من خدمات يلبي احتياجات هذا المجتمع. وقد طلب حكام الولايات من كلا الحزبين بتقديم نشر للضباط من الاحتياط لمساعدة الولايات على مكافحة هذا الوباء. سيتم توفير هذه الاحتياجات واللقاحات والعديد من العاملين والمعدات وأجهزة اللابتوب والأجهزة والمعدات المطلوبة بالكامل لتفعيل هذه الأمور. الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد سوف تعمل بشكل سريع لتوفير هذه اللقاحات. الملايين من الأمريكيين يذهبون إلى الصيدليات للحصول على جرعات وأدوية ذات الصلة. سوف نبذل كل الجهد مع الصيدليات المستقلة والتي تعمل في إطار خيري لتوفير مثل هذه اللقاحات، لتوفير هذه الخدمات في مختلف أنحاء البلاد، حتى نستطيع أن نقوم بتحديد موعد لكل مواطن للحصول على الجرعة في وقت محدد والإسراع بهذه العملية. الأمر الرابع، سوف نستخدم القدرات الهائلة لتقديم هذه اللقاحات، القدرات الفيدرالية كما أشرنا،
قانون الإنتاج للإسراع في توفير المواد اللازمة لإمداد الشركات بما هو مطلوب للقاحات، وأيضا لتقديم الأدوات ومعدات الوقائية. لدينا فريق حدد الإمدادات المطلوبة والتي نعمل على توفيرها مع فرقنا. سوف نعمل مع العديد من الفرق كما أشرت، الإنتاج الدفاعي هذا يحتاج إلى تحديد الشركات التي يمكن أن تساهم في هذه الإجراءات. كما أشرنا في هذا الشهر بشكل واضح أن إدارة ترامب وفرت لم تتصرف بشكل منطقي في توزيع اللقاحات. الغالبية العظمى من اللقاحات سوف تقدم اللقاح بطريقة سريعة، وسيتم الاحتفاظ باحتياط صغير لسد العجز. دعوني أكون واضح، لن نغير توصيات هيئة الدواء في هذا الإطار. لدينا جرعتان وفقا لتوصيات الهيئة هيئة الدواء وفي نفس الإطار الزمني. خامسا، سنتحلى بالأمانة للحديث عن وضعنا والحديث عن الأخبار الجيدة والأخبار السيئة. نتأكد من أن المسؤولين يتحدثون عن القدر المطلوب من اللقاحات وما والتخطيط لذلك. في الوقت الحالي لا يمكن تحديد هذه الكميات والأطر الزمنية. هذا سوف يبدأ بمجرد ما أن أتقلد منصبي. سوف نعمل على تحقيق تقدم في هذه الأهداف. سوف نتحلى بالشفافية في كل قراراتنا، ولكم الحق في معرفة كل هذه الأمور. إن إدارتنا سوف تعمل مع العلم ومع العلماء وهيئات مكافحة الأمراض والأوبئة، وسيكون هذا الأمر خالي من أي تأثير سياسي. سيكون هناك إطلاع للشعب الأمريكي، وهيئة الدواء أيضا والعلم والعلماء هم من سوف يتحدثون إليكم بشكل مباشر في هذه الأمور. الملايين من الأمريكيين سوف يحصلون على اللقاح، ونعرف بأننا نحتاج لمعالجة الثقة فيما يتعلق باللقاح وبناء الثقة. نعرف بأن هذا هو الحال بالنسبة للأمريكيين من أصول أمريكية ولاتينية، الناس الذين في حاجة للتعامل بالكرامة وبالشكل اللائق. نرى بأن غياب المعلومات إضعاف الثقة في هذا اللقاح مستمرة. سيكون هناك حملات لرفع الوعي ولبناء الثقة بشأن اللقاحات. سوف نساعد الناس على فهم ما يخبرنا به العلماء. اللقاحات سوف تقلل من العدوى بالوباء وسوف تحافظ على صحتنا. سوف نعمل على الحفاظ على مجتمعاتنا وصحتهم. هذا سلام حيوي بالنسبة لنا. هذا هو الواقع المأساوي الذي نواجهه، و ستكون هناك حملات لرفع الوعي بين الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية، لأنهم يتعرضون للخطر 4 أضعاف من أمثالهم من الأصول الأخرى، وهذا غير مقبول. المساواة والإنصاف أمر حيوي وضروري للاستجابة. نائبة الرئيس وأنا سوف نعمل على الحفاظ على المساواة بغض النظر عن اللون والعرق، ولن نترك أحد يتخلف عن الركب فيما يتعلق بخطة اللقاحات. الخطة واضحة، وضوح الشمس. سوف نوفر اللقاح لمزيد من الناس. سوف نوفر مراكز أكثر لتوفير اللقاحات، تعبئة المزيد من الفرق لتوفير جرعات اللقاح، زيادة الإمدادات وتوفيرها في خارج المرافق الصحية. هذه من أكثر التحديات التي واجهتها أي دولة، ولكن سوف ندير هذا الأمر بكل قوة. كما أشرت بالأمس، نحتاج إلى تمويل من الكونغرس لتنفيذ ذلك، وأنا متفائل ومقتنع بأن الشعب الأمريكي
لن يدخر أي جهد في هذا الوقت لمواجهة الوباء. الأمر قد يستغرق بعض الشهور للوصول إلى بغياتنا. سوف تكون هناك بعض العثرات. وفي الأسابيع المقبلة سوف نطلب منكم الإيمان فيما نقوم به من عمل. من بين تحديات أول 100 يوم هو أن نرتدي القناع. الارتداء القناع في 100 يوم الأولى، هذا الأمر ليس سياسي، أمر تنفيذي يتطلب الارتداء الكمامة في من قبل كل من يتوجه إلى المناطق الفيدرالية والمناطق التي سيتم تحديدها في الولايات الزرقاء والحمراء أيضا على السواء. سوف نطلب من المواطنين ارتداء الكمامة. هذا ليس أمر سياسي، هذا يتعلق بحفظ الأرواح. أنا أعرف بتدعي ذلك، ولكن من الغباء نتصرف بشكل يتسم بالوطنية. نطلب منكم خلال الحرب ضد هذا الفيروس، الخبراء أشاروا بأن ارتداء الكمامة من الآن وحتى شهر أبريل سوف يحفظ 50,000 روح. بصراحة أن نرى أعضاء من الكونغرس تحت حصار من مجموعة من العصابة. أنا فخور بالكونغرس وفخور بما يقوم به، ولكن محاولة تقديم الكمامة في المجلس للأعضاء وزملاؤنا من الجمهوريين يرفضون ارتداء الكمامة. ما هذا؟ ما هذا التصرف؟ حان الوقت لأن نتصرف بحكمة. على الأقل 4 اليوم أصيبوا بكوفيد 19. لماذا؟ ارتداء الكمامة ليس للحفاظ على روحك، بل للحفاظ على بلدك وعلى أحبائك. الأمر حياة أو موت. علينا أن نلتزم بغسيل اليدين، التباعد الاجتماعي، تجنب التجمعات. سوف نكون شركاء مع الولايات ومع المدن. سوف نقدم المساعدة للقيام بالمزيد لتحسين الأمور ولتوفير الموارد لإجراء المزيد من الاختبارات.